برئاسة الأستاذ هشام التهامي اللي خاطب اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد موعد المسحة الطبية للاعبي المنتخب الوطني قبل ما ينتظموا في معسكر المنتخب استعدادا للبطولات المقبلة. منتخبنا الوطني للسيدات بيستعد للمشاركة في بطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل، وعايز يحدد موعد لإجراء المسحة عشان يكون في تأمين للاعبين. مسؤول ريش الطايرة وضعوا خطة استعداد لاستكمال المسابقات الخاصة بالموسم الحالي، مؤكدين التزامهم التام بكافة الإجراءات الاحترازية اللي أقرتها اللجنتين الطبيتين بوزارة الرياضة وأيضا اللجنة الطبية الخاصة باللجنة الأولمبية. الاتحاد كان قرر قبل كده خوض المنتخب فترة إعداد بدنية مع الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب مخطط أحمال المنتخب الوطني لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل البدء في التجهيز الفني للاعبين.